Action! Sorority. EG College. Aloha there. عاملين ايه؟ الوها استاذ ابراهيم، الوها صورتي، الوها جميعا. السؤال الاول، هو من اولها كده ده قلم ودي اسطوانه، حلو، هل اقدر احط القلم جوه الاسطوانه بحيث ان كل القلم يبقى جوه الاسطوانه؟ استنى احط الحاجات دي قبل السؤال الثاني. السؤال الثاني، لو لا قدر الله جالك مرض هيموتك قبل ما تشوف احفادك، هل في طريقه في ايدك تقدر تعملها كده تصيع تشوف احفادك بيها؟ ايه الهبل ده؟ لو انت انسان طبيعي وده متوقع منكم كبشر يعني، هتقول لي دلوقتي زي الفالح ان الكلام ده كله هبل. ولو يعني ليك شويه في العلم هتبدا تدخل في نقاشات فيزيائيه عن المسافه والزمن، وتجادل بكل مهاره وشجاعه، وتدعم نفسك بالمعضلات الفلسفيه الشرقيه منها والغربيه، لتثبت للعالم اني خلاص يعني طولت في البرنامج وبقيت بخرف. انت اللي جايب الكلام لنفسك، ما انت فعلا بتخرف. لكن يعني للاسف طبعا انت غلطان، لان انت على الاغلب مش فاهم النسبيه الخاصه كويس. فيلم انترستيلر من اقوى افلام الخيال العلمي اللي هتشوفها، وفي الفيلم بيناقشوا فكره النسبيه بشكل متكرر. الناس في الفيلم عمرها بيتغير بشكل ممكن ما يكونش مفهوم قوي، والكلام ده بيحصل نتيجه لقوانين النسبيه. في الحلقه السابقه عن النسبيه احنا فهمنا بشكل بسيط جدا شويه حاجات متعلقه بالنسبيه. اينشتاين في القرن العشرين وصل لاستنتاج ان الضوء دايما سرعته ثابته، مهما كان الشخص اللي بيقيس سرعه الضوء بيعمل ايه، سرعه الضوء لن تتغير. عشان ده يحصل لما الاجسام بتقرب لسرعه الضوء، المسافه والزمن لازم يتغيروا بشكل ما. بيحصل حاجه اسمها length contraction، وده معناه ان لو طول العربية في العادي مترين، لما تمشي جنب سرعة الضوء المسافة دي بتنكمش وتقل، وبيحصل تايم دايليشن، وده معناه ان الوقت بيعدي بشكل ابطأ لشخص ماشي قريب لسرعة الضوء. في حاجة مهمة عايز اوضحها في اول الحلقة دي، وهي ان الشخص اللي ماشي بالسرعات المهولة دي مش بيحس ان الدنيا بتضيق عليه، ومش مثلا بيحس انه هو جوه العربية ماشي بالبطيء. افتكروا الكلام ده طول الحلقه. بس لو الشخص او الجسم بيمشي بسرعات عاليه معناها ان في تغيير في الزمن والمسافه، يبقى الكلام ده ليه عواقب مذهله ومدهشه. هات بقى كوبايه القهوه او الشاي ويلا بقى نتكلم في الكلام كده. تاثير النسبيه على المسافه بتخلق معضله فلسفيه لطيفه اسمها ذا بول ان ذا بارن، او معضله العمود في الزريب. في كتابه بارادوكس جيم الخليلي بيشرح الموضوع بشكل رهيب، بس انا هاخد جزء بس من المعضله عشان اشرح تاثير النسبيه. في هنا زريبه طولها 4 متر، فنتخيل عندنا هنا الواد علي علوك، وعلي ماسك عمود طوله 4 متر زي ما احنا شايفين. المفروض لو هو واقف عادي طول العمود يبقى قد الزريبه بالظبط، تمام؟ طيب ايه بقى اللي يحصل لو علي قرر يقف بعيد ويجري بسرعه قريبه لسرعه الضوء ناحيه الزريبه؟ اولا هيحرق سعرات كتير اوفر، بس يعني الاهم من ده ان وفقا لكلام النسبيه طول العمود هيقل عشان علي ما شاء الله ماشي بسرعه قريبه لسرعه الضوء. فلو انت عندك كاميرا واخدت صوره بالظبط وعلي في نص الزريبه، هتشوف ان كل العمود جوه الزريبه فعلا، لان طول العمود قل وفقا للنسبيه، مع ان العمود كان قد الزريبه لما علي كان واقف، بس النسبيه الخاصه بتغير الكلام ده كله لما يمشي بسرعة قريبة لسرعة الضوء. وارجع اقول ان في المثال ده علي نفسه مش هيحس بحاجة، مش هيحس انه بينكمش او ان العمود اللي ماسكه بينكمش، هو افضل كده ماشي بسرعة قريبة لسرعة الضوء. يا ابني بطل بقى الكلام اللي انت بتقوله ده، تعبتني وتعبتهم. انا بقول لكم الموضوع كبير، لما الدكاترة بيدرسوا النسبية الخاصة بيستخدموا الامثلة دي عشان الناس تستوعب ان الموضوع مش خيال علمي. في اختبارات بتثبت ان معادلات وكلام اينشتاين صح، العمود اللي ماشي بسرعة قريبة لسرعة الضوء فعلا هيقصر. انا هقوم دلوقتي اعمل ساندوتش، انت خد دقيقة كده وفكر في الكلام اللي انا لسه. ماشي؟ فكر، فكروا. احنا كده خدنا مثال على تأثير النسبية على المسافة، بس عشان نفهم أكتر خلونا نشوف عواقب تأثير النسبية على الزمن ممكن يعمل إيه. فنتخيل إن الحكومات العربية لسبب ما يعني قرروا إن يكون أول يوتيوبر عربي يسافر لكوكب خيالي اسمه بطاطس، وبعد سنين من المجهود قدرنا نخترع صاروخ بيمشي على 95% من سرعة الضوء، والهيئات الفضائية بتقول إن المسافة ما بين الأرض وكوكب بطاطس بالسرعة دي هتاخد مني 10 سنين. فبعد سلام حار مع إيما واتسون وصور سيلفيز كتير مع جماهيري أحبائي، انطلقت في رحلتي من الارض لكوكب بطاطس. خلونا بقى نشوف اللي هيحصل بالنسبه لاما وبالنسبه ليا. بالنسبه لاما مفيش، الهيئات قالت اني هاخد 10 سنين ارضيه، يعني بعد 10 سنين على كوكب الارض المفروض اكون رجعت تاني لكوكب الارض، نظرا لان اما على كوكب الارض فسرعتها هي سرعه دوران الارض البطيء، فهي مش هتحس باي حاجه من ناحيه النسبيه، هتستنى 10 سنين لحد ما ارجع من رحلتي ونتجوز. طيب خلونا بقى نشوف من منظوري انا في الصاروخ ايه اللي هيحصل. نظرا لاني ماشي على 95% من سرعه الضوء، فقوانين النسبيه هتلعب معايا جدا.
وزي ما قلنا لما جسم بيمشي قريب لسرعة الضوء الوقت بيعدي أبطأ بالنسبة للجسم ده. فبدل ما هاخد 10 سنين قوانين النسبية الرياضية بتقول إني في الواقع هاخد حوالي 3 سنين وشوية عشان أروح كوكب بطاطس وأرجع تاني لكوكب الأرض. الكلام ده معناه إن بعد ما أرجع من رحلتي أما هتكون كبرت 10 سنين بينما أنا هكون كبرت 3 سنين وشوية بس. نفس الحدث، أنا بسافر من كوكب الأرض لكوكب بطاطس وبرجع نفس الرحلة بس الوقت بيختلف. قد يبدو هذا الكلام خيالي بس فعلا معادلات النسبية بتقول كده. احنا مفهومنا عن الزمن والمسافة بيتغير تماما لما بنتكلم على النسبية. في فيلم انترستيلر هتلاحظوا ازاي الاب بعد ما خلص رحلته الفضائية كان سنه عادي بس لما رجع الارض بنته كانت كبرت سنين. الفرق ده زي بالظبط الفرق اللي حصل ما بين اما وانا. طيب خلونا بقى نرجع لاول سؤالين في الحلقة، هل الالم يقدر يدخل جوه الاسطوانة وكل الالم يبقى جوه الاسطوانة؟ لو الالم ماشي بسرعة كافية قريبة من سرعة الضوء الالم هينكمش وفعلا يدخل جوه الاسطوانة زي علي والزريبة. فعلا ده هيحصل، لو اخدت صورة في اللحظة الصح والألم ماشي بسرعة قريبة من سرعة الضوء هتشوف ان الألم كله بقى جوه الاسطوانة. السؤال التاني، هل في طريقة تقدر تشوف فيها احفادك في المستقبل لو هتموت؟ في زي قصتي مع أما واتسون بالظبط. كل اللي هتعمله هتمشي بسرعة عالية جدا لحد ما توصل لكوكب بطاطس وترجع تلاقي اولادك اتجوزوا وخلفوا وانت يا دوب عدى من عمرك 3 سنين بس. لا 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 مش قادر هموت، مخي هينفجر. المشكلة ان نظريات اينشتاين قد يبدو عليها انها بتناقض الواقع، القوانين اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها دي جاية من نيوتن، فهل الكلام ده معناه ان نيوتن غلط؟ نيوتن لمن لا يعلم طلع مفاهيم كتير عن الزمن والمسافة، المشكلة ان نيوتن كان بيفكر بمنطق كوكب الارض اللي السرعات فيها قليلة شوية، انما اينشتاين وسع مداركه، والفرق ما بين معادلات اينشتاين ومعادلات نيوتن تكاد تكون لا شيء على كوكب الارض، فمعادلات نيوتن مناسبة لكوكبنا المتواضع، المعادلات اللي انت اتعلمتها او بتتعلمها او هتتعلمها في الفيزياء دي معادلات نيوتن، عشان يعني بعد الشر لو قررنا ندرس الناس معادلات اينشتاين هيكرهوا الفيزياء اكتر ما هما كان هنا. في حاجه اخيره مهمه محتاجه اوضحها قبل نهايه الحلقه، كل كلام الحلقه دي كان عن نسبه من سرعه الضوء، يعني انا كنت بقول ان الاجسام بتقرب جدا لسرعه الضوء بس عمري ما قلت ان جسم وصل لسرعه الضوء. طيب النسبيه الخاصه بتقول ايه بالنسبه للجسم ماشي بسرعه الضوء؟ اولا يعني طبعا محتاج اقول ان عشان توصل لسرعه الضوء انت محتاج كميات لا نهائيه من الطاقه عشان تفكر بس تقرب، وده يعني طبعا مش منطقي واستحاله يحصل. يعني تخيل ان عندنا سفينه ماشيه بسرعه معينه، كل ما تحاول توصل لنسبه اعلى من سرعه الضوء كل ما هتحتاج طاقه اكتر واكتر، وعشان توصل ل 100% من سرعه الضوء هتحتاج طاقه لا نهائيه. بس بالرغم من ان مفيش اي جسم في هذا الكون وصل لسرعه الضوء عدد الضوء، يعني معادلات اينشتاين الاصيله بتقول لك ايه اللي هيحصل. تاني نفس الكلام بيحصل، انت عندك مسافات بتنكمش ووقت بيبطا، بس الفكره بقد ايه بقى؟ في الواقع المسافه هتنكمش لصفر، المسافه ما بين كوكب الارض واي حته تانيه في المجره هتبقى صفر، ولو انت ماشي بسرعه الضوء الوقت اللي هتاخده عشان توصل لاي حته في الكون صفر. عند سرعه الضوء مفاهيم الزمن والمسافه بتتلاشى، وده معناه اني اقدر اسافر اي حته في الكون في لمح البصر. بس المذهل ان لو انت جوه سفينه ماشيه بالسرعه دي لو بصيت من شباك السفينه هتلاقي ان كل حاجه حرفيا كل حاجه واقفه في مكانها ثابت، لان الزمن بقى صفر، ما عادش في حاجه اسمها زمن. عند سرعة الضوء كله رايح. الكلام ده قد يبدو عليه انه مرعب بس ده فعلا الكلام اللي النظرية بتقول، غير واقعي بالامكانيات بتاعتنا بس الله اعلم في المستقبل. بالرغم من ان النسبية ممكن ما يكونش ليها معنى بالنسبة للمواطن البسيط، العبقرية في رأيي ان اينشتاين كان عنده استعداد يقف قدام 300 سنة من الفيزياء بتاعت نيوتن ويبدلها بنظريات اعقد بس اجمل وادق. ما كانش مهم مين صح او غلط، المهم نفهم الدنيا دي ماشيه ازاي، ومفاهيم النسبيه بتفتح لك افاق تانيه خالص للكون وبتخليك تستوعب ان الكون ده مذهل وغريب ومدهش. وبالرغم من ان حياتنا اليوميه قد لا يظهر فيها الجمال ده، فكره اننا عايشين في كون ماشي بقوانين خرافيه بالشكل ده حاجه ملهمه ومبهجه. وبالرغم من ان نظريات اينشتاين كانت صح، هل هنشوف شخص جديد يغير مفهومنا عن الكون؟ لو عايزين تعرفوا إجابة السؤال ده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو انتوا على يوتيوب ولايك وشير للفيديو ده، وكالعادة لازم ننور الضمة. Peace out. God. وتدعم نفسك بالمعضلات الفلسفية الشرقية منها والغربية كده الشرق وكده أيوة صح. وش. اعلم
لما الدكاتره بيدرسوا شايفين بطلع وبنزل بالمقام ازاي؟ هل والفرق ما بين معادلات اينشتاين ومعادلات نيوتن تكاد تكون لا شيء come on why is it so hard؟ هات مصورات خش مصور. ايوه بقى